احتفالاً بعيد رفع الصليب المقدس أقيمت في العديد من كنائس المملكة احتفالات حاشدة بهذه المناسبة المباركة، اشتملت على قداديس دينية وتراتيل مميزة حضرها جموع كبيرة من المؤمنين. إلى التفاصيل. ليرتسم علينا نور وجهك. احتفلت الكنائس الأرثوذكسية في محافظات المملكة بذكرى عيد ارتفاع الصليب المقدس، حيث ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في الأردن خدمة الغروب الاحتفالي في كنيسة القديس جورجيوس الفحيص، وشاركه بالخدمة جموع من الآباء الكهنة وسط حضور كبير لأبناء الكنيسة الأرثوذكسية في المنطقة. وبعد الخدمة طاف الجميع بشوارع المدينة حاملين ذخيرة الصليب المقدس والصليب المزدان بالورود والرياحين، وفي نهاية الخدمة أشعل سيادته النار ووزع بركة من ثمر الرمان. وفي كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس عنجرة احتفل قدس الأرشمندريت روفائيل الوكيل البطريركي في شمال الأردن بخدمة غروب عيد الصليب بمعاونة الأب عيسى عياش، حيث صدحت جوقة الكنيسة بالتراتيل الخاصة بهذه المناسبة. وفي ختام الخدمة توجه الجميع لقاعة الكنيسة لنيل البركة والاحتفال بالعيد الثالث على تأسيس شبيبة الكنيسة، حيث عرضت الشبيبة فيديو قصير عن النشاطات والفعاليات التي قدموها خلال الأعوام الماضية وعن نشاطاتهم القادمة. الملك قسطنطين ظهرت علامة من السماء، بهذه العلامة تغلب وفعلا انتصر ودخلت المسيحية في العصر الذهبي، وهذا الحكي بعد 312 ميلادي لما تسلم الإمبراطورية الرومانية وبلشت ازدهار للكنيسة المسيحية ببناء الكنائس. فالصليب دائما عند الهالكين كما يقول القديس بولس الرسول هو جهالة، أما عندنا المخلصين فهو قوة الله. ولما نعمل أي عمل في حياتنا اليومية بنرسم علامة الصليب، لما نسافر، لما نبارك الأكل، لما نعمل أي شيء دائما بنأخذ بركة الصليب، ولما نرسمه بإيمان ننال هاي القوة من الله. فبهاي المناسبة نتقدم من النورسات بشكر الجزيل وشكر العميق لما أبدو من تعاون، وخاصة طاقم العمل والدكتورة باسمة على وجه الخصوص لأنها ست فاضلة ومتعاونة إلى أقصى الدرجات وعمل النورسات هو بمثابة عمل مسكوني بشرف كل واحد منا، وربنا يعطيهم القوة والمقدرة يكملوا هاي الرسالة العظيمة في خدمة كنيسة المسيح، وربنا يحميها ويحمي كل طاقم النورسات ويبارككم بقوة الصليب. بلشنا بهاي المسيرة الكشفية لأول مرة في كنائس الروم الأرثوذكس في شمال الأردن، كانت كنيستنا أول كنيسة بتبادر بهاي المبادرة، ونشكر ربنا الحمد لله إحنا الآن في يعني بلشنا بسنتنا الثانية، بلشت كنائس في شمال الأردن من كنائس الروم الأرثوذكس تخطو هاي الخطوة المباركة، ونشكر ربنا صارت احتفالاتنا مليئة بالبهجة ومليئة بالفرح، وكل أبناء الرعية قدرنا نجمعهم ونلمهم حوالين الكنيسة بطرق عصرية اللي هي باستخدام الكشاف اللي إشي الممكن يساعد كل أبناء الرعية ويحمسهم للخدمة. فمنشكركم على وجودكم معنا. كل سنة وأنتم سالمين. بمناسبة عيد رفع الصليب المقدس، أنا من شبيبة القديس سلوان الآثوسي، اليوم شاركنا بكنيستنا حتى نحتفل مع بعض بهذا العيد مع الرعية، حيث إنه إحنا كمان عيد القديس سلوان كان بيوم الثلاثاء، فجمعنا العيدين مع بعض حتى نبين للناس إنه إحنا كنا بثلاث سنين صار لنا شبيبة، وإن شاء الله بنعمة الصليب بنكمل المسيرة اللي بلشنا فيها. بحب أحكي للجميع كل سنة وأنتم سالمين، الصليب المقدس يحفظكم ويكون معنا كلنا جميعا، ويحمي هالبلد ويعم السلام بكل العالم حتى نقدر نحتفل ونقدر نكون فعالين بمجتمعنا حتى نطلع الصورة الأفضل عن المسيحية. وشكرا لكم.
وفي الختام وبحضور الجميع أشعل قدس الأرشمندريت رفائيل النار ووزع ثمار الرمان على المحتفلين. وفي كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في الصويفية احتفل رعاة الكنيسة الأباء إبراهيم دبور وباجس خوري وبطرس جنحو بخدمة غروب عيد الصليب بحضور حشود من المؤمنين. وألقى الأب دبور كلمة روحية عن أهمية الصليب في حياتنا وعن قصة اكتشافه، متمنيا للجميع عيدا مباركا نفتخر به كل عام بالصليب الكريم. يقول المزمور: نظرت إلى العلاء من حيث يأتي عوني. العلاء هو أورشليم، العلاء هو الجلجلة، العلاء هو موضع الصليب، ومن الصليب يأتي عوني، لأنه بالصليب قد أتى الفرح في كل العالم. بالصليب الله الابن نزل إلى أقصى دركات الأرض. بالصليب المسيح قد حطم الشيطان. بالصليب المسيح فجر الجحيم. بالصليب المسيح أعطاني حياة أبدية لروحي ولجسدي. اوعى تفكر إنه المسيح أجى يخلص بس روحك، أجى يخلص كمان جسدك. مشان هيك الكنيسة الأرثوذكسية بتكرم عظام القديسين، لأنه مش العظام اللي بتسوي عجائب، لكن نعمة الله اللي قدست هذا الإنسان نفساً وجسداً هي التي تفعل من خلال العظام ومن خلال روح القديس اللي موجود في السماء. وبعدها توجه الآباء الكهنة والمؤمنون لساحة الكنيسة ليشعلوا شعلة النار وهم يرتلون: خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. وتوجت صلوات الغروب في اليوم التالي بالاحتفال بالذبيحة الإلهية، ترأسها سيادة المطران خريستوفوروس عطلة في كاتدرائية البشارة للروم الأرثوذكس العبدلي. عاون سيادته في الخدمة قدس الأرشمندريت قسطنطين كرمش وقدس الأيكونوموس سالم مدنات بمشاركة جوقة الكنيسة وحضور جموع غفيرة من أبناء الرعية. وفي عظة القداس ألقى سيادته كلمة روحية تحدث فيها عن تاريخ عيد الصليب، حيث قال: الكنيسة بتتذكر الألام الخلاصية الطوعية لربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح اللي كابدها من أجل خلاصنا. اليوم هو يوم حزن ويوم صلاة ويوم مراجعة للذات. مراجعة الذات هي نحن أبناء قرن 21، أين نحن من صليب المسيح؟ وهل نحن أيضاً نصلب المسيح في حياتنا؟ المسيح أظهر محبة لإلنا بتجسده، بمكابدة الألام من أجلنا، حتى إنه مات على الصليب حتى نحن نعيش، حتى نحن نغلب على الخطيئة ونغلب على الموت ونغلب على الفساد. المسيح مات حتى نحن نعيش. المسيح نزل للأرض حتى نحن نصعد للسماء. المسيح تألم حتى نحن نعيش. هذا الشيء أبنائي شيء مهم، إن نحن في هاي الفترة نراجع ذاتنا ونشوف وين نحن من الصليب في حياتنا، وين نحن من كل هاي المحبة، محبة إلهنا لإلنا.
وختم سيادته بدعواته الأبوية للجميع بأن يكون الصليب معهم ويحميهم. وفي ختام الصلاة بارك سيادته المؤمنين بالصليب المقدس، وبعدها وزع عليهم ثمار الرمان.